الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. وهناك سنة في الحقيقة، هناك سنة في ركعتي المغرب البعدية قليل من الناس يفعلها، وهي أن يقرأ الإنسان فيها بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. فقد ثبت عند الترمذي في جامعه بإسناد صحيح لغيره، انتبهوا، قال: لا أحصي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الصبح والركعتين بعد المغرب بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فانتبهوا لهذا. وأما الركعتان قبل الظهر والركعتان بعدها فلا نحفظ فيهما قراءة، والأربع التي هي تطوع مطلق قبل صلاة العصر فلا نحفظ فيها قراءة معينة، وكذلك الركعتان بعد صلاة العشاء أيضا لا نحفظ فيها قراءة معينة، وإنما نحفظ من السنن الرواتب في قراءتها سنة الفجر على هذين الوجهين، وسنة المغرب البعدية على هذا الوجه.